الحبيب كان يمزح، لكن إذا مزح لا يكذب، إذا مزح فيكون الموقف يحتاج إلى مزح. حبيبنا كان بين أيديه صحابته وهم يتباذحون بالبطيخ، يأكلون جحيحة مشلخة ما شاء الله، فلما انتهوا من أكلها تباذحوا بها ويتبسم صلى الله عليه وسلم. تبسم صلى الله عليه وسلم ما قال خلوكم على الوقار، أنتم على 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 قب الفرس والخيل وفي جهاد وتقاتلون والحين قاعدين تراجمون بالقشر، خلوكم رجاجيل، ما قال، لأن النفس تكل يا شيخ. ولذلك كان ابن جميع علماء السلف كانوا إذا جلسوا بعد جلسة علم جادة قالوا حمضوا لنا، ابن عباس قال وابن وابو حنيفة حمضوا لنا، أعطونا بعض الكلام اللي حمض كلامنا حتى يكون له، لأن النفس إذا شدت تراها تنبت.